أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ريمونتادا. النهاردة مصر خسرت من كوريا الجنوبية، يعني نتيجة تقيلة جدا، 4-1 طبعا في سول، في مباراة كل الشعب المصري كان منتظرها وكان منتظر رد فعل إيجابي من منتخبنا ورد فعل إيجابي من اللعيبة، ولكن للأسف ده ما حصلش. هدف مبكر لمنتخب كوريا وهدف تاني، ثم بعد كده طبعا مصطفى محمد أحرز هدف في نهاية الشوط الأول، ولكن المجمل رد الفعل ما كانش رد الفعل المتوقع من كل الشعب المصري. كلنا كنا متوقعين إن المنتخب هيبقى أحسن من كده، هيبقى أكثر تنظيما المنتخب، اللعيبة على الأقل حتى لو هم ما عندهمش نفس الإمكانيات بتاع منتخب كوريا، إن هو رد الفعل هيكون فيه روح، فيه لعيبة بتقاتل، ولكن للأسف ده ما حصلش. طبعا نتيجة الماتش يعني ليها تداعيات كبيرة جدا، وطبعا في غضب كبير جدا من في الشارع المصري، وفي غضب كبير جدا من كل المسؤولين وفي اتحاد الكورة والناس، وكل الناس كل الناس زعلانة على ما وصلت إليه الكرة المصرية. واللي وصلت إليه الكرة المصرية دلوقتي ده مش نتيجة شهرين وثلاثة وأربع شهور شغل، لا، ده نتيجة السنين اللي فاتت كلها. وأنا بقول لكم اتحاد الكرة اللي موجود دلوقتي، اتحاد كرة عنده أخطاء، اتحاد كرة تعامل مع ملفات ومع أزمات تعامل معها بشكل خاطئ، ولكن اتفقنا ان هم شالوا تركة تقيلة وشالوا ورث تقيل وشالوا أخطاء المسؤولين اللي كانوا موجودين قبل كده. عايز الأول أستعرض معاكم تصريحات الكابتن إيهاب جلال بعد المباراة، تعالوا نشوف تصريحات الكابتن إيهاب جلال. أولاً بنبارك لكوريا المكسب النتيجة، لكن بعد المباراة أنا حاسس إن إحنا عندنا لعيبة جيدة جدا إن شاء الله، لعيبة صغيرين أول مرة يلعبوا المباراة الكبيرة دي، أدوا أداء جيد طول المباراة، والنتيجة ما تعبرش عن سير المباراة أو عن عدد الفرص اللي جه لكوريا، إن غالبا كل فرصة جت على الجول داخل، لكن أدوا أداء جيد جدا تكتيكيا ودفاعيا أغلبية الوقت. شفنا 3 أهداف من الأربعة كرات عرضية، لكن أنا بقول لعيبة أنتوا عملتوا يعني مجهود كبير وماتش يستفاد منه جدا للعيبة، بالذات الشباب اللي لعبوا، فعدم وجود لعيبة كتير لكن أدوا أداء ممتاز، وكسبنا بعض اللعيبة الكبار منهم أحمد حمدي وإبراهيم عادل ومصطفى محمد، كل اللعيبة اللي لعبوا وعمل مجهود كبير وأنا بحييهم. يعني ما كانش عندنا صعوبة كبيرة، إحنا كنا بنلعب بشكل مختلف، مصطفى محمد وإبراهيم وأحمد رفعت أدوا أداء جيد جدا، كان عندنا بعض التسرع في بعض الكور لكن عملوا أداء جيد جدا وقدروا إنهم يعني يخلوا دفاع كوريا عنده بعض المشاكل، وزي ما أنا قلت قبل كده وهعيد إن النتيجة ما تعبرش عن عدد الفرص اللي جات لكوريا، لكن هم استغلوها كلها كويس، عندهم لعيبة جيدة جدا، لكن احنا كنا طول المباراة احنا آخر هدفين جون في آخر 5 دقائق تقريبا، لكن أنا بحيي اللعيبة ودي يعني إن شاء الله المباراة دي تنفعهم بعد كده إن شاء الله إنهم يبتدوا يلعبوا المباريات الكبيرة دي وهم ما عندهمش قلق شوية. كل لعيبه كوريا لعيبه جيدين جدا، لكن سون طبعا يعني تاثيره على الفرقه نفسها، فريق كوريا بيبقى مهم جدا عند بيستلم الكوره او بيجيله الكوره فبيطمن لعيبه تانية وبيقدر يعمل حاجه مختلفه شويه، فامكانياته مختلفه عن يمكن هو اكثر اللاعبين تميزا، عمل وجود كبير في الشوط الاول، بعض اللعيبه ما لعبتش الفتره اللي فاتت واحنا قلنا إن على الرغم من الغيابات لكن هم أدوا أداء لا يقل عن اللعيبة اللي مش موجودة، عملوا وجود كبير في الشوط الأول، الشوط الثاني يعني لعبنا بشكل مختلف شوية، في صبر شوية، في دفاع أكثر شوية، لكن الكور الأهداف
جت من داخل ال 18 من كور عرضيه، فما كانتش نتيجه التعب لكن كانت نتيجه عدم توفيق، وتوفيق كبير لكوريا ان الاربع كور اللي جم او الخمسه على المرمى بتاع محمد شناوي دخل اربعه، لكن اللعيبه ادت اداء كبير وعمل مجهود كبير. الماتشات دي بتبقى دايما في الشوط الثاني اكثر هدوءا شويه، وده نتيجه المجهود الكبير اللي بيتعمل من الشوط الاول. طبعا دي تصريحات كابتن ايهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني بعد المباراه في المؤتمر الصحفي، وانا هاخد المهمه من التصريحات دي. الراجل اتكلم على فرق الكواليتي، ان في فرق كواليتي ما بين اللعيبه، وده كلنا شفناه. اللعيبه النهارده اللي لعبت المباراه فيهم لعيبه صغيره لسه بياخدوا يعني خبرات دوليه، وفي لعيبه عندها خبرات بيلعبوا بقالهم سنين في المنتخب. اللعيبه اللي عندهم خبرات وبقالهم سنين في المنتخب النهارده ما اسعفوش او ما انصفوش الكابتن ايهاب جلال، وما انصفوش منتخب مصر لا على مستوى، لا على المستوى الفني ولا على مستوى الروح. النهارده في لعيبه بتلعب موظفين، اداء عادي، النتيجه واحد زي اتنين زي تلاته، مفيش مشكله بتاع، مفيش اي روح. وهنا المشكله، عندنا مشكله كبيره جدا. في لعيبه بتلعب في منتخب مصر، انا قلت لكم قبل كده، لعيبه منفوخه من الاعلام، ولكن على 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 الارض لعيبه عاديه بل اقل من العاديه، لا تستحق ربع ما يتقاضوه. اللي بيتقاضوه ده وهم. وتاني انا عمري ما ببص في رزق حد، الرزق بتاع ربنا. انما النهارده تلاقي لعيب بياخد 20 مليون و25 مليون و15 مليون على ارض الواقع، تيجي تبص للاحصائيات بتاعته في اخر سنتين ثلاثه تلاقي مثلا ايه باك ليفت مثلا عمل في الموسم الاخير عمل اتنين اسيست، مواقفه الدفاعيه صفر، خسارته للكوره صفر، كل حاجه صفر. فالارقام ما بتكدبش. انت ممكن تكون ان انت مطوع جيش الكتروني وجيش اعلامي بيدافع عنك، بس في الاخر ايه؟ الكوره عين وراي وارقام. فلما يكون لا العين ولا الراي ولا الارقام معاك وبتلعب في منتخب مصر، وخلي بالكم بكلمكم على سته سبعه لعيبه، ستة سبعة لعيبة مجندين جيوش إلكترونية بتدافع عنهم. ما النهاردة مفيش جمهور في المدرج، فإيه البديل؟ جمهور على السوشيال ميديا وصفحات وفيسبوك وقصة وبتاع، لكن دي مش قصتي، دي هتكلم فيها بعدين. أرجع تاني لتصريحات النهاردة. خلي بالكم النهاردة ماتش كوريا ده عرى 70% من لعيبة مصر. ليه؟ احنا طول عمرنا المنتخب المصري واللعيبه لما بيتحطوا في موقف صعب، وبتكلم بقى موقف صعب، انت بقالك 3 4 ايام الناس بتدوس فيك وكلعيبه وتقول وبتاع، دايما في الموقف ده تلاقي لعيبه المنتخب ايه تظهر، واللعيبه المصريين تظهر. النهارده هم حاولوا يظهروا ولكن امكانياتهم كده. اللعيبه بتاع كوريا متاسسين احسن، اسرع منهم، اقوى منهم، فكانك انت كنت لعيب ايه، عارفين اللي بيلعب بلاي ستيشن ومتعود ان هو يلعب على الاماتر، بيلعب على الليفل بتاع الهواه، وبعد كده تروح واخده ملعبه في التوب بروفيشنال، كشف اتكشف. هو ده النهارده اللي حصل. اللعيبه بتاع كوريا اسرع، اقوى، مهارات اعلى، متاسسين احسن، كل حاجه احسن، فهجوم يحاولوا لقوا ايه الريتم عالي، مش مفيش. النهارده في الجون الاولاني كره ملعوبه بالعرض، كره ملعوبه بالعرض، عقبال ما الكره اتلعبت ياسر ابراهيم طالع بره اللعب، طالع بره القايم، الونش مراقب غلط، الراجل قاطع قدامه. في الدوري المصري تتاخد، مفيش في الدوري المصري راس حربه بيقطع قدامك ويحطها، الونش مش متعود. مع احترامي الكبير ليه، لما النهارده الراجل قاطع قدامه عقبال ما بقى رد فعله لسه هتحرك جون. الجون التاني الكرة ملعوبة، كرة ثابتة، الناس واقفة غلط، الراجل واقف مغطي غلط على البعيدة، جون. لعيبة مع احترامي الكبير أساسياتها صفر، ومتداريين في شوية شباب بيهللوا لهم على السوشيال ميديا
لكن الكوره كوره مفيش، صفر. بتكلم على اللعيبه. طبعا انتوا شفتوا انا اكتر واحد متعاطف مع الكابتن ايهاب، متعاطف معاه وصعبان عليا بصراحه من الهجوم الشرس ومن طريقه تعامل اتحاد الكوره معاه والاعلان عن احتماليه رحيله في الاعلام، كل ده انا متعاطف معاه. كابتن ايهاب النهارده في المؤتمر الصحفي بيتكلم وقال كلام متزن وكل حاجه، لكن الكابتن ايهاب قال في تصريحاته، عايزكم بس تشوفوا التصريح ده، التصريح ده مكتوب معانا، انا بس التصريح ده لازم اقف عنده. سأحصل على إجازة لمدة أسبوع وبعدها سأعود إلى مصر. هنا الكابتن إيهاب قرر إن هو يقلب منتخب مصر مركز شباب. أنا أكتر واحد دفعت على الكابتن إيهاب، وأنا راجل، ده راجل يعني أنا بحبه وبحترمه وبقدره، لكن ما يصحش أبدا يا جماعة انه مدرب منتخب مصر يسافر مع الفرقه وايا كانت الظروف، وانا فاهم ان الظروف صعبه وان هو ما يرجعش مع الفريق. احنا مش مركز شباب، ده منتخب مصر. وعتاب عتاب على المسؤولين في اتحاد الكوره ان هم سمحوا بالكلام ده. مدرب المنتخب ده القبطان، ده الكابتن بتاع السفينه، مسافر في مهمه، ما ينفعش الفرقه ترجع حتى لو هو هيمشي. ارجع مصر وروح اجازتك، لازم ترجع مع الفريق، لازم ترجع مع الفريق. مفيش حاجه اسمها ان المدير الفني بتاع المنتخب مع احترامي الكبير انه يسافر من كوريا على امريكا. الكلام ده لما نكون بندرب مركز شباب، احنا منتخب مصر. غلط من الكابتن ايهاب وغلط من مسؤولين في اتحاد الكره، الناس اللي موجوده، الكلام ده ما يصحش. لازم، دي مهمة وطنية، انت مسافر بقرار وزاري، مسافر في مهمة مع من الحكومة المصرية، انت راجل الكابتن القبطان بتاع السفينة. ما ينفعش ان انت النهاردة اتغلبنا وان انت عارف ان انت هتمشي، وانا معاك في تعامل المسؤولين مع رحيلك وكل الكلام ده كله، لكن ما ينفعش ان انت تقول في المؤتمر الصحفي انا رايح، انا مسافر اجازة اسبوع. unacceptable، غير مقبول، غير مقبول. مفيش قبطان بينط من المركب وهي بتغرق مهما حصل. ألف به رئاسة الريس يرجع. أنا مسؤول، أرجع مع لعيبتي وأتكلم مع لعيبتي بعد الماتش، وأتكلم وأقول لهم وأنا المسؤول عن النتيجة وأنتوا عملتوا، وأرجع أواجه الناس في مصر وبعد كده أروح أجازتي. إنما النهاردة عتاب، عتاب على الكابتن ايهاب ان هو ما تحملش مسؤولياته، وعتاب على مسؤول اتحاد كره القدم الناس اللي موجوده في كوريا ان هم سمحوا للكلام ده يحصل. انا ما اعرفش طبعا ايه التفاصيل، لكن الكلام ده غير مقبول يا جماعه. احنا منتخب مصر، احنا منتخب مصر، المدرب اتغلب لازم يرجع مع الفرقه، وده العرف، ده العرف، ده المدرب اللي بتتم قالته في الدوري المصري بيلعب بره ملعبه لازم يرجع مع فرقته، مفيهاش يعني كلام، قائد. ولكن النهارده ان انا اخلي ان الايموشنز بتاعتي والعواطف اللي عندي ان هي تسيطر عليا وان انا اخد قرار ان انا ما ارجعش مع الفريق، فانت بتخذل الفريق. المفروض ان انت اول واحد توصل في المطار، وان انت توصل وتواجه الناس وتواجه المسؤولين وتواجه المشاكل اللي موجوده. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. لكن خلينا نتكلم في اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره، وايه المستقبل بقى. ما خلاص، ما هو اللي حصل حصل، اللي حصل حصل، خلينا نتكلم في المستقبل. طيب، في ناس النهارده خرجت بعد الماتش وبتتكلم في استقاله اتحاد الكوره، وانا طبعا متفهم غضبهم، واحنا كلنا زعلانين، وانا هنا مش مع الاتحاد ولا ضده ولا بتاع ولا قصه، مش قصة دي، مش قصتي. ولكن الناس اللي بتتكلم في استقاله اتحاد الكوره دي مش عارفين ابعاد ال 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 الطرح اللي هم بيطرحوه ايه. الطرح اللي هم بيطرحوه ايه؟ استقاله اتحاد الكوره
بتعني تسليم الكرة المصرية للفيفا مرة أخرى. انتوا عارفين ان في ناس مصريين شغالين في الفيفا كان شغلهم الشاغل ان هم يسيطروا على الكرة المصرية، صح؟ ولما السيطرة دي او الكرة المصرية خرجت بره ايديهم، الناس دي حربت وعملت المستحيل ان هي تفشل اي حد قاعد على الكرسي. في شوية ناس شغالين معاهم في الميديا طبعا على البي رول بتاعهم، للأسف على البي رول، اسمعوا كلامي، بتاعهم ناس ايه اشتغلت لهم كويس قوي في الحتة دي. طيب احنا النهاردة لو اتحاد الكرة ده استقال، سواء بقى يا جماعة اتفقنا معاه اختلفنا معاه وبتاع، انا عارف ان هم يعني ادائهم الاداري في ملاحظات كتيرة جدا، ده معناه ايه؟ معناه تعيين لجنة معينة من قبل الفيفا اللي بتعينها للدول الغير مؤهلة لإدارة شؤونها لإدارة كرة القدم لفترة حتى إشعار آخر. وهنا السادة الزملاء والسادة الإعلاميين اللي بيطلعوا بيتكلموا على وبيطالبوا باستقالة اتحاد الكرة، أنا فاهم غضبكم، بس لكل قرار أبعاد. هل أنتوا عايزيننا نرجع تاني للجان المعينة من قبل الفيفا، وإن احنا بالبلدي كده نهزق الكرة المصرية تاني؟ هل احنا حمل بعد التاريخ ده كله إن احنا بعد ما خلصنا من اللجان المعينة اللي جت وغيرت كل حاجة وجت ورتبت كل حاجة وغيرت كل حاجة من لجنة عمرو الجنايني، عمرو الجنايني كان من قبل اتحاد الكورة واللجنة اللي معاه، بس على الأقل حاول يحط سيستم. الناس جت عملت مشكلة مع الشركة بتاعت الفي ار بتاعت اسبانيا، غيروا الكورة كانت بتاع، عايزين يغيروا الكورة، كل حاجة حاولوا يغيروا كل حاجة. السيستم في الاتحاد الكورة كان كمبيوترايزد، كان كل حاجة بالكمبيوتر وبالسيستم، رجعوها مانوال تاني عشان يرجعوا يتحكموا وبتاع. رجعونا 10 سنين ورا. ليه؟ هم عايزين الكرة المصرية تفضل كرة نظام فاشل عشان يفضلوا يتحكموا فيها. لما صدقنا عملنا انتخابات وبقى في جمعية عمومية، وحاولوا ان هم يزودوا عدد الاعداد المنتخبين او لهم حق التصويت في الجمعية العمومية، والموضوع الاعداد قلت وبقى في جمعية عمومية محترمة، وبقى عندنا سيستم. غلط مش غلط، عندنا جمعية عمومية ليها حقها انها تختار، واختارت الناس اللي موجودة. نتفق نختلف نتفق معاهم، ولكن الناس موجودة. الناس اللي بتطالب باستقالة اتحاد الكورة، انتوا عارفين ابعاد الكلام اللي انتوا بتقولوه ايه؟ ولا انتوا بتقولوا الكلام وخلاص؟ استقيلوا يرحمكم الله، استقيلوا يا طب ما ماشي، ما الناس هتمشي. الناس مشيت، استقالت النهاردة، طلع قرار بكرة استقالة اتحاد كرة القدم كله. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ تعيين لجنة معينة من الفيفا، صح؟ هل انتوا فاكرين الناس اللي بتقول الكلام ده او بيرددوا الكلام ده بيقولوه، هل انتوا فاكرين ان الاتحاد الكرة لو استقال ان في ناس بقى جديدة هتيجي، مثلا محمود طاهر هيجي مثلا بالرجالة بتوعه، ناس متعلمة وبتاع وكل الكلام ده، ويجي يحطوا سيستم وبتاع؟ والله اتمنى، بس الناس اللي بتقول الكلام ده ما يعرفوش او عارفين وعاملين نفسهم مش عارفين ان انت بتسلم رقبتك لهاني ابو ريدة تاني، واحمد مجاهد تاني. هم دول اللي هيجوا يمسكوا الكرة تاني، ما هم دول اللي فاتحين ويندو، فاتحين خط مع الاتحاد الدولي. هم دول اللي هيعينوا الناس ايا كان مين، حتى لو مش هم بالاسماء، هيجوا ناس تبعهم ويتحكموا تاني، ويطلع لك تاني في الميديا ويقول لك وكذا وانا وقلت لكم وبتاع. ما هو الكرة هترجع تاني، واحنا نرجع تاني، ما هي نفس الاسماء، هي نفس الناس. ويرجع الراجل ويقول لك وليس كل ما يعرف يقال، وها وبتاع وناس يعني تاني. نرجع لفقره الزهايمر، فقره فقدان الذاكره. انتوا نسيتوا ان الاهلي الناس اللي بتدافع دلوقتي وتقول لك انت نسيتوا ان الاهلي لعب كاس العالم للانديه بدون الدوليين،
بدون اللعيبه الدوليه بتاعتهم والناس دي وقفت اتفرجت عليكم وطلعوا كانوا بيحاولوا يتمنظروا ويقولوا لكم ليس كل واحنا ومرتبين وانفانتينو واللي اتصور صوره مع انفانتينو وبتاع وانا شفتهم في الفيفا عاملين ايه قاعدين على جنب كده قاعدين يعني مستنين حد يسلم عليهم يتصوروا معاه بتاع عارف القصه كلها ايه عارف القصه كلها ايه ناس بتعمل في مصر ان هي ان انا راجل والفيفا وبتاع وفي الفيفا انا شفت الناس اللي بتتكلم الكلام ده مش عارفين ابعاد الكلام اللي هو بيقولوه ولا بعد ما تشوف بقى ايه اللي هيحصل هترجع تعيط ففكره استقاله اتحاد الكوره دي فكره فاشله اوعوا حد يشربها لكم بالمعلقه حتى لو كان اعلامي كبير حتى لو كان بيقول ايه لا هو مش عارف للاسف هو بيقول ايه مع احترامي الكبير عمري ما بعلق على العمل الاعلامي لاي شخص بس النهارده لما يطلع حد يقول لك استقيلوا يرحمكم الله استقيلوا يرحمكم الله ايه ما هترجع تاني هنا بريده هيمسكك من رقبتك ما تفكر وانت الكلام اللي انت بتقوله انت ماشي اسهل حاجه في في في, في الكوره وفي اي حاجه المنظره وان انت تعمل نمره وان انا لا انا بقول ولازم يحصل وبتاع احنا عارفين قصه ايه لكن اصعب حاجه ايه ان انت تتعامل مع ابعاد القرار اللي انت بتاخده استقاله اتحاد الكوره انا ماشي لو انا عارف النهارده ان اتحاد الكوره ده هيستقيل وهيجي فلان اكس من الناس هيجي يدير وهيشتغل وهيطور وبتاع والله اول واحد اقول لكم ان الناس دي غلطت وتستقيل لكن انا عارف ايه الابعاد قانونيا بمخي اللي انا ربنا خلق لي مخ افكر بيه ان الناس اللي هتيجي تمسك الكوره هم نفس الناس اللي كانوا ماسكين هنا بوريده واحمد مجاهد والرجاله بتوعهم وهوبا والموظفين يخشوا واتا وتعالى لي وهوبا وبتاع واحنا وقلنا لكم هي دي القصه ففكره ان اتحاد الكوره يستقيل دي ايه حطوها على جنب وده مش هيحصل ليه الناس عندها اخطاء بس الناس جايه بقالها 4-5 شهور وجايه قلت لكم شايلين ورث تقيل وتركه تقيله واخطاء سنين تمام لكن ادائهم لغايه دلوقتي مش عاجبني اداء ردود فعل بطيئه مفيش لا الكلام كان لازم يتعمل من داي 1 انجح في الانتخابات تاني يوم اشكل لجان تالت يوم اعين متحدث رسمي باسم اتحاد الكره وممنوع ان حد يتكلم في الميديا رابع يوم ان انا اتعاقد مع مدير فني اجنبي يحط لي بروجرام خامس يوم كذا طق 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 وقول وخلي الناس تشتغل وانت اقعد انت مشرف بتمونيتور ايه اللي بيحصل كل ده ما حصلش بس انا اقول لكم ايه اللي حصل في اتحاد الكره النهارده في ثوره في اتحاد الكره الناس اللي هي كانت بتاخد قرارات فنيه مش بتوع كره كان لازم ان هم ياخدوا جنب اقعد لي بقى كده على جنب معلش انت ايه انت طلعت بصوتك وعملت فيها بتاع اقعد بقى على جنب سيب الناس بتاعت الكره ايه ان هي تشتغل عندها شخصيه ما عندهاش شخصيه قصتهم ايه لازم ان هم يتحملوا مسؤولياتهم النهارده حازم امام ركب الشغلانه واشتغل النهارده بقى له 8 ساعات في اتحاد الكوره بيشتغل تمام انا اقول لكم ايه اللي حصل حازم امام النهارده اتصل بكارلوس كيروش وكارلوس كيروش بنسبه 90% هيرجع يقود الاداره الفنيه للمنتخب المصري مره اخرى هيرد بكره ده نمره واحد نمره اتنين في تفاوض مع مدير فني اجنبي لاتحاد الكوره المدير الفني الاجنبي ده هيجي بمشروع وهيشتغل انا بقول لكم ايه اللي هيحصل وايه اللي بيحصل علشان خلاص ما ينفعش ان احنا نقعد نتفرج على بعض كارلوس كيروش في خط معاه ولو كارلوس كيروش حتى لو النسبه 10-15% ما وافقش على العوده في بديل باسم كبير ومدرب كبير خلاص ما فيش هزار تمام نمره 2 في تفاوض مع مدير فني اجنبي كبير صاحب خبرات كبيره هيجي يمسك التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكره ويحط مشروع والناس هتقعد تتابع المشروع بتاعه نمره 3 كابتن حازم امام بيتفاوض مع مارك كلاتنبرج طبعا الحكم الدولي السابق والحكم في البريمير ليج السابق ان هو في بكره في جلسه معاه عبر زوم وبنسبه كبيره الراجل هيجي يمسك خبير تحكيم وهيمسك منظومه التحكيم في مصر فاحنا كده قفلنا ثلاث خانات دول لازم يتقفلوا باسرع وقت ممكن ولازم الناس تبدا تشتغل وكان لازم الناس من الاول ان هي تدي الشغلانه لاهل الشغلانه ادي بالبلدي طول عمرهم في الفلاحين يقول لك ادي العيش تخبازه
وانت راجل بتاع اداره اشتغل في قصه تانية، انت راجل بتاع تسويق اشتغل تاني، انما الكوره الاهل الكوره تاني. كارلوس كيروش بنسبه كبيره هيرجع يقود الاداره الفنيه لمنتخب مصر مره اخرى، راجل بيفكر في خط اتفتح معاه وهيرجع. نمره اتنين، في مدير فني اجنبي لاتحاد الكوره هيجي بمشروع وهيجي يشتغل، وهو ده الكلام اللي احنا قلنا عليه من اول يوم، وهو ده اللي هيحصل. نمره ثلاثه، في تفاوض مع مارك كلاتنبرج، الراجل طبعا اللي طلع معانا في الريمونتادا اكتر من مره، الراجل ده راجل عنده خبره كبيره جدا، هيجي يحط لك، وراجل عمل ثوره في التحكيم في السعوديه، الراجل ده هيجي يمسك منظومه التحكيم وهيجي يشتغل. القرارات دي بقى تتعلن يوم الخميس في المؤتمر، هتعمل بتاع، بس انا بقول لكم ان حتى لو كارلوس كيروش ما جاش، في تفاوض مع مدير فني اجنبي كبير صاحب خبرات كبيره يجي يسوق الشغلانه دي بتاعت المنتخب الاول. خلاص خلاص مفيش، خلاص حد هيدي فرصه لحد ان هو ايه يقلل منه، وان هو خلاص ان هو الناس خلاص شافت وعرفت وشافت التداعيات بتاعت الشغل بتاعهم، وان كل حاجه مكشوفه. خلاص احنا في زمن يا جماعه مش هتعرف تعمل حاجه ومحدش هيبص عليك. تعالوا نشوف جمهور مصر، يعني كاميرا الريمونتادا نزلت الشارع النهارده، ونشوف جمهور الجمهور جمهور الشارع والجمهور المصري قال ايه على ماتش النهارده. ماتش النهارده ايا كان ودي او كان بيلعبوا على حاجه، المفروض احنا بنلعب باسم مصر، ما ينفعش نخسر الخساره دي ولا 4-1 ولا حتى 1-0. يعني لو خسرت ماشي، لكن مش بتلعب بالاسلوب ده. منتخب مصر ما كانش في الاداء المظبوط، كان صراحه لا اللعيبه ما كانش مستوى زي الاول، دلوقتي المستويات قلت خالص، ما بقاش فيه فن زي الاول، ما بقاش فيه فن ومهارة في الملعب، دلوقتي بقينا بنخسر بشكل غير طبيعي. ده مش مستوى المنتخب اساسا، ومن ساعة ما كروش مشي واحنا ما شفناش كورة خالص، يعني حتى المهاجمين بتوع كوريا قصيرين، واحنا مش عارفين حتى يعني نطول منهم الكورة، وهم بيخشوا يحطوها بسهولة جدا. يعني أنا شايف إن محتاجين تحسن جامد، وحتى الاتحاد لازم يتغير كله، وهيبقى أحسن يعني، وحاجة هتكون افضل بالنسبه للبلد. لعيبه مش مركزه خالص، يعني اللعيبه من غير قائد ومفيش، وكلهم وجوه جديده، يعني ما فيهمش حد من اللعيبه الاساسيين، وانت تقدر برضو تقول ان منتخب مصر دلوقتي ما عندوش لعيبه، يعني ما عندوش قوام اساسي، يعني ما عندوش قوام اساسي يقدر يبني عليه اي مباراه، ولا يقدر ان هو ينافس اي فرقه حتى لو هي اقل منه. احنا شفنا ماتش اثيوبيا الماتش اللي فات، كنا يعني ربنا نجانا من هزيمه، كان اقل حاجه في الشوط الاول 7. لا مجاملات في كره القدم، المجاملات هي دي اللي ودتنا في داهيه للاسف الشديد، ودت الكره المصريه في داهيه في داهيه في داهيه. وانا بطالب باقاله اتحاد الكره المصري، لانه للاسف الشديد المجاملات بعضها البعض، اكرر المجاملات بعضها البعض، ولو كان في مجاملات يبقى ما فيش اي تقدم. ما فيش كوره يعني ادائنا في بطوله افريقيا انك تلعب مدافع مدافع مدافع، ما عندكش روح، ما عندكش حتى اللعيبه المحترفه، معلش برضو بتخاف على نفسها، لان اللي بتاخده هنا غير اللي بتاخده هنا غير اللي بتاخده هنا. احنا عندنا مشكله من الاول من الصفر خالص، ان احنا ما فيش اللعيبه طالعه هي مش عارفه اساسيات الكوره، اللعيبه طالعه الجيل كله ماشي بالرشاوي، ماشي بكل حاجه، ماشيه بالحب، مش ماشيه زي زمان لعيبه الكوره كانت بتطلع. اللعيب الكوره اللي بجد هو اللي بيطلع بيلعب بيقدم كوره حلوه وبياخد بيتاخد في المنتخب. دلوقتي الموضوع عكس كده خالص، دلوقتي الموضوع ماشي بالحب وماشي باللعيب، اللعيب ابن اللعيب هو اللي بيطلع يلعب في النادي، انت فاهم قصدي؟ دي الفكره دي كلها بس. والفكره كمان فساد اتحاد الكوره من جوه، وكلها ماشيه مش ماشيه صح. احنا محتاجين اتحاد جديد يمسك من جديد، محتاجين شغل كتير من الاول وجديد. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. موسيماني ساب الاهلي، وموسيماني خلاص يعني حقبته في النادي الاهلي خلصت،
وكلمنا امبارح ان هو راجل نجح ونجح بشكل كبير وعنده اخطائه زي اي مدرب، ولكن تجربته تعتبر ناجحه بشكل كبير جدا. راجل فاز ببطولات كبيره وراجل يعني اضاف كتير للدوري المصري. عايز اقول لكم يعني طبعا خرج كلام امبارح ان موسيماني بصدد التعاقد مع نادي في قطر، وانا نفسي عندي معلومات بكده ان هو يعني خلاص يعني بي 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 في التفاصيل الاخيره والرتوش الاخيره لانهاء تعاقده مع احد الانديه القمه في قطر. ولكن النهارده موسيماني خرج بيان بينفي الكلام ده، بيقول يعني طبعا ان انا لم ان بيتسو موسيماني دي طبعا شركته ام تي سبورتس ماركتنج مانجمنت، بيتسو موسيماني لم يوقع اي عقد جديد مع فريق اخر. وان يعني جالنا في شائعات بتقول ان موسيماني في قطر في تلميح بان سام موسيماني قد وقع صفقه مع فريق جديد وتود شركته يعني ان تعلن بانها شائعات مغرضه ولا اساس لها من الصحه، وان هو يعني منذ رحلنا عن النادي السابق تلقينا العديد من الاستفسارات على مستوى الدولي ومحلي ومن بعض المنتخبات الوطنيه. وان الكلام ده يعني بينفي، الراجل بينفي ان هو وقع مع اي نادي جديد. وانا بقول لكم ان هو ممكن يكون يعني صحيح ان موسيماني لسه ما وقعش، ولكن هو بصدد يعني التوقيع او ان هو يتعاقد مع احد الانديه القطريه. واصدقائي في قطر يعني ومسؤول كبير في احد الانديه القطريه اكد لي الكلام ده، ولكن طبيعي ان هو يطلع وينفي الكلام ده لان هو مش عايز يطلع عليه ان هو اتقال ان هو يعني كان اوريدي وصل الاتفاق قبل ما يخلص قصته مع النادي الاهلي. لكن امبارح او يوم يعني يوم السبت كلكم كنتوا عارفين ان في اجتماع، الاجتماع كان في بيت الاستاذ ياسين منصور طبعا، وكان في الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي والاستاذ ياسين منصور، واشترطوا عليه بعض الاشتراطات للبقاء. اشتراطات هم يعني اداره الكره في النادي الاهلي كانوا شايفين ان الراجل عنده شويه مشاكل في الجهاز الفني. الجهاز الفني محتاج ان هو يعني يبقى فيه شويه تعديلات عشان تساعد الراجل ان هو ينجح. فاحنا غير راضيين عن فلان، احنا عايزين ان احنا نضيف فلان. الراجل يعني طبعا كلموا معاه في اكتر من نقطه، كلموا معاه في التعامل مع الاعلام وحديثه في الاعلام وان ده بيسبب مشاكل وان ده مش يعني مش سيستم ومش نظام ومش عرف النادي الاهلي، وان زوجتك بتتكلم وبتقول وان هي اساءت للنادي الاهلي وبتاع. الراجل طبعا يعني قال لهم كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ملوش اي اساس من الصحه، انا زوجتي ما اساءتش للنادي الاهلي، وان انتوا دايما بتوجهوا السوشيال ميديا ضدي، وده كان اتهام واضح وصريح لمجلس الاداره ان مجلس الاداره بي 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 بيوجه السوشيال ميديا ضدي، وان انا ما استحقش الكلام ده، انا راجل اشتغلت وكسبت بطولات وانتوا مش مقدرين الكلام ده. ده كان كلام موسيماني بالظبط، انا راجل اشتغلت وانتوا مش مقدرين ان انا اشتغلت في ظروف صعبه وان انا كسبت بطولات، وانا مش مدرب صغير عشان تملوا عليا نظام عملي والطاقم الفني اللي هيشتغل معايا. الراجل يعني ايه ابدى اعتراضه بشكل كبير جدا على الاسس والنظام الجديد اللي مجلس اداره الاهلي عايز يحطه له. وطبعا كانت واحده من الحاجات اللي يعني الراجل هي دي بالنسبه له كانت يعني اخر حاجه، ان قالوا له ان انت مالكش دخل في الصفقات الجديده ولا ليك دخل في مين هيمشي. انت اللعيبه، انت راجل تحدد لعيبه ومراكز، تحدد مراكز انت عايزها واحنا هنحط لك اوبشن واحد واثنين وثلاثه. الراجل طبعا مش عايز الكلام ده، موسيماني مش عايز الكلام ده، عايز ان هو يكون متحكم ويكون مسيطر سيطره تامه على التعاقدات ومين اللي جاي وبتاع وكل الكلام ده كله. طبعا هنا خلاص العلاقه انتهت. انا قلت لكم ان العلاقه انتهت من اول لما هو ابتدى يقول ان الاهلي ونظام العمل في الاهلي وبيئه العمل في الاهلي وجالي ضغط الدم والسكر والقصه اللي هو قالها دي، هو خلاص بيخلص يعني الدنيا. ولكن الشروط اللي اشترطها عليه مجلس اداره الاهلي خلته ان هو خلاص محطوط في كورنر، ان هو لازم ان هو يقول انا مش همشي. فالراجل اول ما نزل بعت رساله وقال يا جماعه انا خلاص القصه بالنسبه لي انتهت، انا همشي.
طب يا عم القصه يا كوتش موسيماني في شرط جزائي ما بيننا ما بيننا وما بينك، قال لهم انا لا عايز شرط جزائي ولا هديكوا شرط جزائي، وانتهى الموضوع ان هو الموضوع خلص ايه بالتراضي على ان هو ياخد مرتب شهر 6 اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده هياخده بالكامل. انا بقول لكم كواليس اللي حصل بالظبط في الجلسه بتاعه موسيماني ومجلس او اداره الكره في النادي الاهلي في منزل الاستاذ ياسين منصور. في ناس خرجت وقالت ان الراجل ما جاش مصر من الاساس وبعت زوجته وبتاع، ده كلام مش مظبوط، الراجل كان في مصر كان موجود وقعد مع الناس واتكلم، وهو ده اللي حصل يعني مع موسيماني. ودلوقتي الاهلي بيدور على مدرب جديد، الكابتن محمود الخطيب كلف حسام غالي ان هو يعني يتفاوض مع مدربين، ومش هروح لمدرسه ايه وبتاع، ولكن اكيد الاهلي معاه بادجت كويس والاهلي اسم كبير هيجيب مدرب كويس، هيجيب مدرب عنده خبرات. لسه مش هسبق الاحداث وما عنديش معلومات ان مين المدرب اللي هيكون موجود في الاهلي الفتره القادمه، ولكن الاكيد ان سامي قمصان، الكابتن سامي قمصان، وهو مدرب على فكره كويس قوي، وانا يعني بحب سامي قمصان جدا، لما مسك في الحرس مسك عمل سيستم لعب وشغل لعب، وراجل مدرب هادي، راجل اشتغل مع مدربين كبار، وهو ده الميزه ان انت تعين حد من ولادك يبقى موجود يشتغل مع مديرين فنيين اجانب كبار، انت بتبني كادر وبتربي كادر. سامي قمصان واحد من النماذج المحترمه، وشاب اشتغل على نفسه وملتزم وراجل مطلع، وراجل سامي قمصان يعني حاجه يعني نموذج مشرف الحقيقه. هيقود طبعا ماتش القمه، وهنتكلم على ماتش القمه اكتر مع جده لما طبعا بعد الفاصل جده هيكون ضيفي، وهنتكلم معاه على حاجات كتيره جدا، هنتكلم على المنتخب وما حدث مع المنتخب وتفاصيل ماتش النهارده، وهنتكلم معاه على ماتش القمه اللي جاي اللي هيكون يوم الاحد ان شاء الله. وجده عايز يتفرج على الماتش في البيت، وبقول له يا جده هتتفرج على الماتش هنا، انسى هتتفرج على الماتش هنا. طيب نروح النهارده هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الجنوب افريقي، منتخب جنوب افريقيا طبعا قال تصريحات على بيرسي تاو عايزكم تشوفوها. لا افهم لماذا يتم انتقادي من موسيماني، واضح ان الراجل عنده مشكله مع موسيماني وهو احد الزملاء. موسيماني يقول ان هناك نقص في التواصل معه من جانبنا كجهاز فني للمنتخب بشان اصابه بيرسي تاو، وهو انتقاد ليس في محله. لا املك لاعبين بجوده عاليه في ملاعب اوروبا، ومستوى الجنوب افريقي ليس قويا. كلامه طبعا على بيرسي تاو. بيرسي تاو جيد هنا في جنوب افريقيا، ولكنه ليس جيدا في الاهلي وليس ناجحا. طبعا واحده من المشاكل اللي هيواجهها النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان هو اشتغل بسيستم ان المدير الفني اللي يختار اللعيب، وده سيستم غلط. انت بتشرك المدير الفني في القرار، بس لازم يكون عندك سكاوتنج تيم وعندك مدير رياضي ايا كان مين المدير الرياضي. وتاني انا بقول لكم في فرق بين المدير الرياضي ومدير التعاقدات. مدير التعاقدات او المسؤول عن التعاقدات ده راجل بتاع عقود، بتاع نيجوشيشنز، بتاع تفاوض، بتاع ان هو يتفاوض مع اللعيبه، لكن مش هو اللي بيقول مين اللعيبه اللي تيجي. لازم يكون عندك سكاوتنج تيم بيقدم للاداره او بيقدم للمدير الرياضي بتاع النادي، بيقدم له لعيبه بتحليل فني محترم، باناليسز، بارقام، بستاتستكس، بكل الكلام ده كله. الراجل ده مثلا انت محتاج باك رايت، الباك رايت ده في السنه اللي فاتت عمل 12 اسيست، وراجل اسلوب لعبه يناسب الفريق، راجل بيدافع كويس في الموقف الواحد على واحد، اهو الفيديوهات بتاعته، الارقام بتاعته، هو ده الكوره، هو هي دي الكوره. غير كده تبقى انت بتشتغل، انت بتسيب المدير الفني ان هو ياخد قرار، هتخش في مشكله. المدير الفني مشي النهارده، موسيماني مشي، اي مدير فني هيجي النادي الاهلي مش هيلعب بيرسي تاو وماكيسوني. خلاص انت كده ايه، اتنين لعيبه اجانب كمان ايه خسرتهم، ده غير اللعيبه الاجانب اللي قبل كده اللي انت ايه اللي انت خسرتهم، اللي انت جبتهم وخسرتهم، واللي انت جبتهم وخسرتهم. فالنادي الاهلي اتعلم من اخطائه، ولكن اتس نيفر تو ليت زي ما بيقولوا، او يعني ايه لازم الناس تتعلم من اخطائها وهي شغاله مهما كانت خبراتك. ما تسيبش المدير الفني ان هو يقول ده اللي هيجي، المدير الفني بكره الصبح ممكن يمشي. لازم يبقى فيه اداره كوره وتقييم وارقام بتتقدم وبتاع، ويبقى على اقتناع كامل، والمدير الفني يجي هو يركب على السيستم ده. مشي واحد تاني بيجي يركب على السيستم بتاع النادي. كل الانديه الكبيره كده يا جماعه،
كل الانديه الكبيره كده. انما انت النهارده رحت دفعت في بادجي فلوس, بعته بفلوس كويسه, لكن يعتبر كصفقه فنيه فشلت معاك. طاهر محمد طاهر فشل معاك مهما كان, مش بتكلم على عدد مشاركاته, انا بتكلم فيه ان هو كمستوى فني للنادي الاهلي, لا مش مستوى النادي الاهلي طاهر محمد طاهر مع كل الاحترام. رحت دفعت فيه فلوس كتيره مش مستوى النادي الاهلي. صلاح محسن فشل معاك, حسام حسن فشل معاك. لا في مشكله, في مشكله في العين, في مشكله في الاختيار. النهارده لما يبقى عندك 8 9 لعيبه اجانب ومصريين بتجيبهم وبتتعاقد معاهم بملايين ويفشلوا معاك, لا لازم تراجع نفسك. وولتر بواليا فشل ذريع معاك, النهارده لازم تراجع نفسك, لازم تراجع نفسك. الموضوع مش موضوع خساره بطوله او بتاع النادي الاهلي ماشي بيشتغل وهو شغال هيكسب بطولات, ده النادي الاهلي ماشي. لكن النهارده لما يكون اكيد الكابتن محمود الخطيب وهو قاعد كده بيرفلكت او ان هو بيراجع القرارات اللي اتخذت بتاعه الكره يا جماعه, لا لما يكون عندك 8 9 لعيبه جم وتصرف فيهم كل الفلوس ده فلوس دي وفشلت معاك, لازم تراجع نفسك. انت النهارده سايب المدير الفني ان هو يختار بيرسي تاو ويختار ميكيسوني وهو اللي اختار وقال والكلام ده, الراجل مشي. لو جه مدرب لعب بيرسي تاو وميكيسوني يبقى انا ما اعرفش حاجه في الكوره, مش حدش هيلعب على لعيبه, حدش هيلعبهم, ملايين بتدفع. انا مش هتكلم دايما في الكوره, طبيعي ان انت ممكن تاخد قرار صح وممكن تاخد قرار غلط. لعيب جبته نجح معاك وممكن تجيب لعيب كويس ما ينجحش في البيئه دي. لما يكونوا 8 9 لعيبه لا عندك مشكله, عندك مشكله, لازم تراجع نفسك. وقولوا لي يا جماعه لو انا بتكلم غلط, لو انا راجل بتكلم غلط, انا اهو بالورقه والقلم بتكلم على ميكيسوني, بيرسيتاو, ولتر بواليا, بادجي. طبعا في ناس هتروح يقول لك احنا بعنا بادجي بفلوس كويسه وبتاع, لكن هو فشل معاك فنيا, راجل انت جبته وفشل صح. نماذج كتيره جدا, طاهر محمد طاهر, حسام حسن, صلاح محسن. لا لا لازم ان انت النهارده تراجع نفسك. معلش ما تزعلوش مني, لا في مشكله في الحته التكنيكال دي, الحته الفنيه دي فيها مشكله. مفيش تقديم تقارير واضحه للاداره. مين اللي بيختار اللعيبه دي ويختارها اساس على اساس ايه؟ مين اللي اختار بادجي؟ بادجي لعيب كويس على فكره, بس ما ينفعش في النادي الاهلي. ده راجل محتاج مساحات الف ب كوره, ده راجل بتاع كاونتر اتاكينج تيم, راجل بتاع فرقه بتلعب على الهجمه المرتده, راجل سريع وقوي وبتاع, لعيب كويس. لما راح لعب في نادي صغير في فرنسا في الدرجه الثانيه نجح. ليه؟ لان الفرقه بتاعته بتلعب على كاونتر اتاك. صح صح ولا لا؟ ولتر بواليا راجل في الجونه كان كويس بتاع, لكن اسلوب لعبه مش بتاع الاهلي. يعني اللي بيختار برضه, ما انت بتختارش لعيب كويس وخلاص, انت بتختار لعيب يناسب اسلوب الفريق وبناء على تقارير مقدمه للاداره من قبل السكاوتنج تيم, فريق الكشافين ومتقدم للتكنيكال دايركتور وبيعتمد من الاداره, وبعد كده تاخد قرار ان انت تمضيه. انما النهارده بيبقى عندك 8 9 لعيبه في اخطاء مصريين وغير مصريين, لعيبه ماشي هتقول لي مشاركات وعدد دقايق وبتاع, ما هو شاركوا عشان ما فيش حد شاركوا ماشي, انما فنيا ما نجحوش يا جماعه. اللعيب بتاع الاهلي والزمالك وبتاع منتخب مصر مهما كان ايه اللي حصل ليه ستاندردز. يعني ايه ستاندردز؟ يعني ليه مقاييس ومعايير. لما تكون النهارده انت بتتعاقد مع لعيبه تدفع فيها 30 35 40 مليون 2 مليون دولار تدفع, ما عندوش المقاييس والمعايير الستاندردز بتاعت لعيب النادي الاهلي ولعيب نادي الزمالك. صح؟ النهارده الراجل البادجي ده مع احترامي ما عندوش المعايير والمقاييس بتاعت النادي الاهلي, راجل لعيب كورته قليله جدا, اللي اي حد هيتفرج عليه راجل الفيرست تاتش بتاعته بيستلم الكوره اللمسه الاولانيه عند الكاميرا كده عند حضراتكم في الريسبشن. يعني هو بيستلم الكوره اللمسه الاولانيه, اللمسه الاولانيه في مج الشاي عندك اهو, راجل كورته قليله جدا يعني. انما ممكن يلعب في نادي اميان الفرنسي في الدرجه الثانيه وفي مساحات والدنيا يلعب كويس, انما انت بتلعب 70% من الفرق اللي بتلعبك بكثافه دفاعيه محتاجه راس حربه, لعيب كوره, لعيب كوره بيستلم في الزحمه وبيعرف يستلم الكوره كويس ويلعب الكوره على جنب وفي ال 18 لعيب جامد, الراجل مش بتاعته اللي اختاره. مش عارف
يعني دي احصائيات بادجي مع اميان الفرنسي، جاب 13 جون في 26 ماتش وصنع نجح مع 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 نادي درجه تانية في فرنسا. بس نجح ليه؟ لان اسلوب لعب الفريق يناسب امكانياته. هو راجل سريع جدا وقوي وراجل برجله واسع وراجل جود فينيشر، اه بس جود فينيشر في مساحه. ما ينفعش، في مشكله، في مشكله، في عوار في الحته دي بتاعت العين اللي بتختار اللعيب اللي اسلوب اللي اسلوب لعبه يناسب الفريق. طبعا واحد من الناس اللي استفادوا بشكل كبير جدا هو كهربا من رحيل موسيماني، استفاد بشكل كبير جدا ورجع للنادي الاهلي مره تانية. هو اكيد اسعد واحد في العالم ان بغير ما يقول لكم يعني ان موسيماني مشي، ان موسيماني يعني عايز اقول لكم ان هو واحده برضو من ضمن الحاجات اللي هو قالها في الجلسه، ان هو قال لك ان في لعيبه انا مش عايزها، في لعيبه انا مش عايزها، قال لهم انا مش عايز محمد محمود، مش عايز رامي ربيعه، مش عايز كهربا، مش عايز ميكيسوني، قال لهم على لعيبه كتير انا مش عايزها، اللعيبه دي يعني ما تلزمنيش. فالنادي الاهلي قال له لا اقف بقى، انت عمال تجيب وتبيع وتقول لي وبتاع، لا انت ما بتاخدش قرارات، احنا اللي ناخد القرارات دي. ودي كانت واحده من الحاجات اللي خلت الراجل قال ايه، لا شكرا انا مش هقدرش ان انا ايه ان انا اكمل. كهربا يعني طبعا النهارده مؤمن زكريا وصديقه يعني، وطبعا مؤمن يعني حبيبنا كلنا وراجل يعني يا رب باذن الله يرجع بالسلامه، يعني بيقول له الحمد لله على السلامه يا اخويا الكهربا. وكهربا على فكره واحده من الحاجات الكويسه ان هو دايما واقف جنب مؤمن زكريا. النهارده دي صوره طبعا لكهربا مع كابتن محمود الخطيب، وكهربا بيرجع ويتمرن مع الفرقه. وانا اقول لكم بصراحه بعيدا بقى ان انا زملكاوي اهلاوي قصه ايه، انا طبعا كنت زعلان ان على الاسلوب اللي مشي بيه كهربا من نادي الزمالك، ومش هخش في التفاصيل بتاعه القصه دي، ولكن بصراحه هقارن كهربا بكل اللعيبه اللي بتلعب مركزه في النادي الاهلي، لا كهربا قدهم 10 مرات. كهربا لعيب كوره، لعيب كوره قد اللعيبه اللي بتلعب ناحيه الشمال دي في النادي الاهلي كلهم 10 مرات. وانا راجل دربته وعارفه وعارف امكانياته وعارفه من هو صغير كل الكلام ده كله، فعودته بس لازم تطوعه كهربا، لازم تسيطر عليه وتطوعه وتحط له في تطوعه فنيا جوه الملعب وبره الملعب. لو لعيب كويس بصراحه، ولد موهوب يعني يقدر ان هو يصنع الفارق في اي وقت، فعودته مكسب للنادي الاهلي، عودته مكسب للنادي الاهلي، بس برضه لازم يدفع الفلوس اللي عليه لنادي الزمالك عشان يحل مشكلته. بتتكلم على 2 مليون دولار 40 مليون جنيه لازم يدفعهم بالفوائد وبالانترست وكل بتاعه، وده حق نادي الزمالك. دي قصه هنتكلم فيها بعدين، ونادي الزمالك متمسك طبعا ان هو ياخد حقه، وده حق الاداره بتاعت نادي الزمالك، مفيش هزار، لا تقسط لي ولا بتاع، ادفع لي عليك 40 مليون ادفع لي. لكن كهربا كلاعب كوره، لا كهربا كلاعب كوره راجل لعيب تالنتد، لعيب موهوب، لعيب عنده الاساسيات، راجل موهوب احسن من كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في الثلث الاخير في الملعب دي كلهم بلا استثناء احسن منهم. فالمدرب الجديد اللي هيجي النادي الاهلي اكيد واحده من اهم الحاجات اللي لازم يعملها ان هو يعرف يطوع كهربا، يعرف ازاي يسيطر عليه. كهربا ده عامل زي الحصان اللي بيجري، حصان اللي لازم تمسكه صح، لازم تسيطر عليه صح، وتديله انستراكشنز او تديله تعليمات جوه الملعب وبره الملعب لازم يمشي عليها، ولازم تتعامل معاه نفسيا بشكل كويس. مش عيب ان انت تحسس لعيب زي كهربا ده ان هو نجم وان هو راجل لعيب كبير وان هو كذا وبتاع، بس بحدود، بحدود، ما تخرجش بره السيستم، افهم هساعدك بس انت لازم تساعدني. حاجات كتيره اكيد اكيد الناس في النادي الاهلي خلاص فهموا شخصيته، ولكن يدفع الفلوس اللي عليه لنادي الزمالك الاول. طبعا في قصه بتاعت ايسترن كومباني، طبعا ايسترن كومباني يعني كان الماتش المفروض ان هو يتلعب، لما اللي يتلعب بكره المفروض يتلعب من غير الدوليين. النهارده النادي الاهلي اعلن قائمه الفريق وفيها ديانج، وديانج طبعا واحد من اللعيبه الدوليين اللي كانوا موجودين. دي قائمه طبعا الفريق في النادي الاهلي، كل طبعا اللعيبه اللي موجوده اللي قدام حضراتكم فيها ديانج، هتلاقوا في نص الملعب في ديانج. والطبيعي ان الرابطه النادي الاهلي الاول، وانا هنا مش ضد حد او مع حد، انا بتكلم في اللي حصل. النادي الاهلي قال انا هلعب من غير اللعيبه الدوليين، صح؟ ديانج كان في مهمه مع منتخب مالي ورجع، الموضوع ملوش علاقه رجع ولا لا،
انا في رايي ان قرار ان ديانج موجود ده قرار غلط. جيبولي بقى جيبولي قرار الرابط اهو. الرابطة من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفة إن النادي الأهلي طبعاً بصفة ممثل الكرة المصرية في بطولة أفريقيا، ده الكلام ده قبل ماتش الفاينل وبناء على طلب النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي طلب بتأجيل مباراته القادمة في الدوري العام مع فريق إيسترن كومباني والمقرر لها يوم 25 مايو الجاري، وأداء هذه المباراة بدون اللاعبين الدوليين في موعد لا يؤثر على جودة الدوري العام أو مواعيده، وكذلك موافقة مسؤولي نادي إيسترن كومباني على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة، فقد قررت رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 15/6 اللي هو بكرة الساعة 9 مساء على استاد السلام، وتؤكد رابطة الأندية المحترفة دعمها للنادي الأهلي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال، متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية فوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية. لما تيجي تراجع القرار هنا، القرار بيقول بدون اللاعبين الدوليين في السطر الخامس اهو، بدون اللاعبين اداء هذه المباراه بدون اللاعبين الدوليين. وهنا انا بقول لكم ان وجود ديانج في القايمه مش مظبوط. مش ديانج يا جماعه كان مع منتخب مالي في الاجنده، صح ولا لا؟ ردوا عليا شباب. مش ديانج كان موجود مع منتخب مالي صح؟ مش المفروض يبقى موجود في القائمه. معانا الاستاذ باسم معادل مدير الكره في نادي ايسترن كومباني. استاذ باسم مساء الخير. اهلا بيك كابتن ميدو. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ باسم، يعني انا عارف يعني ان انتوا طبعا وافقتوا على تاجيل الماتش اللي كان المفروض كان موافق يوم 25 الشهر الماضي قبل ماتش الوداد، وطبعا انتوا يعني بتساعدوا النادي الاهلي ان هو يعني ياخد راحه كافيه قبل مباراه النهائي، ولكن انتوا وافقتوا على طلب التاجيل بناء على طلب النادي الاهلي ان هو يلعب المباراه خلال الاجنده الدوليه على شرط ان 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 ان, أن, أن لا يشارك اللاعبين الدوليين. والنهارده احنا شايفين في قائمه الفريق ديانج موجود في الفريق، ايه رد حضرتك على الكلام ده؟ الاول طبعا كلام حضرتك صح يا كابتن ميدو، كان اتصال تليفوني مع كابتن صالح حفيظ، وكان طلب النادي الاهلي ان هم يلعبوا المباراه في فتره التوقف الدولي. وبرضو اضيف لحضرتك حاجه، ان تواصلنا مع الرابطه او بناء على طلب الرابطه ان احنا نبعت خطاب، الخطاب ده الصيغه موحده فيه سواء من نادي إيسترن كومباني او نادي الاهلي، بدون اللعيبه المصري الدوليين المصريين والاجانب. ده نصا كده، انا هتلاقيني بعت لحضرتك كده الصوره على الواتس عند حضرتك من صيغه الجواب اللي احنا بعتناه للرابطه بناء على طلب الرابطه، ان 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 اشترطتوا ان عدم مشاركه اللاعبين الدوليين سواء الرابطه هي أو اللي حطت كمان الشرط ده، المصريين والبلاد الاخرى يعني سواء من مصر او حتى من تونس من غانا من مالي من اي دوله. وده اللي احنا التزمنا بيه، احنا ما عندناش حد في منتخب مصر، بس عندنا محمد صلاح في منتخب فلسطين. محمد صالح بيشارك مع منتخب فلسطين، احنا ما حطيناهوش في القائمه عندنا، بره القائمه. بره القائمه. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، بعد طبعا اعلان النادي الاهلي لقائمته ووجود ديانج، ايه رد فعلكم؟ احنا بعتنا خطاب من يومين على فكره، يعني احنا المعلومه دي عندنا من يومين او من ثلاث ايام، بعتنا خطاب تاني بناكد على نفس الخطاب اللي احنا بعتناه قبل كده بناء على طلب الرابطه مننا. عدم مشاركه اللعيبه الدوليين المصريين والاجانب. طب يا جماعه طبعا لا، احنا مش راضيين بوضع زي ده، واحنا برضو يعني هنقدم برضو ورق وهنتكلم على المسؤولين في الرابطه عن الموضوع ده. طب يا جماعه بعد اذنكم، لو في حد من النادي الاهلي يخش يشارك معانا يعني يقول رايه في الموقف، لان موقف بصراحه موقف يعني انا مش عايز اسمع الطرفين، اتمنى ان انا اسمع الطرفين، لكن انا من خلال الاوراق اللي قدامي دلوقتي وانا راجل هنا يعني ايه على الحياد ما بين الجميع، النادي الاهلي مش من حقه ان هو يحط ديانج في القايمه، مش من حقه. فعايز اعرف يعني ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل. وانت انا هقفل مع حضرتك هتلاقي صيغه الخطاب اللي احنا بعتناها يا كابتن احمد. ما انا معايا صيغه الخطاب، يعني يا ريت ممكن حضراتكم يا جماعه بتحطوا لنا صيغه الخطاب اللي ارسله إيسترن كومباني لرابطه الانديه. طبعا ده طبعا السيد النائب رئيس رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم، تحيه طيبه وبعد، يسعدني ان ابعث لسيادتكم تحياتي ارق تحياتي وإيسترن كومباني، ان بإيماء الى خطابكم المرفق صورته بتاريخ
22/5 ان خلال فتره الاجنده الدوليه واللعب بدون اللاعبين الدوليين سواء من المنتخب الوطني. هو في سؤال. اتفضل يا فندم. في سؤال لو تسمح لي انا يا كابتن احمد. اتفضل. لو تم اشراك ديانج في المباراه ايه رد الفعل بقى؟ يعني هل بقى اللوائح مثلا او الاشتراطات او الجوابات اللي هي بتتباعت ديت مفيش قصادها ما يقابل عدم تنفيذها؟ لا هو المفروض دي برضو عايزين نعرف يعني احنا دلوقتي طبيعي. التزمنا بحاجه جينا بعد كده ما اوفناش بالالتزام ده، هيبقى في رد فعل ولا الموضوع هيعدي ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ المفروض يا فندم طالما ان في خطاب رسمي خارج بيان رسمي خارج من رابطه الانديه اللي هي المفروض ان هي بتدير المسابقه المفروض ان هو اي قرار يخالف بيان الرابطه او قرار الرابطه يعني بيتبعوا عقوبات او بيتبعوا يعني ده 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 قرار يعني هو باين قرار واضح وصريح قدامنا يا جماعه ان لعب واحنا وضحنا وده كده طلب في وقت تاجيلنا للمباراه ان احنا برضو بنمتثل لقرار الرابطه، يعني لو الرابطه كانت رفضت تاجيل مباراه الاهلي كنا هنلعب. يعني احنا قلنا ما عندناش مانع ان احنا ما نشاركش او ناجل المباراه، الاهلي طبعا في مهمه وطنيه وكنا نتمنى الفوز بالبطوله وكنا داعمين ليه، بس في نفس الوقت لو الرابطه قالت لا مفيش تاجيل كنا هنمتثل للقرار ده. فاحنا التزمنا سواء كده التزمنا او كده التزمنا. لا وانتوا في الاول قراركم بتاجيل المباراه كان جاي من نابع ان انت بتساعد النادي الاهلي، ودي حقيقه. ولو النادي الزمالك في نفس الموضوع طبعا. او نادي بيراميدز كان هيبقى نفس رد الفعل. صحيح صحيح. اوكي يعني انتوا مستنيين ايه اللي هيحصل ولو تم اشراك ديانج بقى؟ يعني احنا عايزين نشوف بقى، يعني لو الموضوع ده تم وديانج شارك عايزين نشوف بقى ايه رد فعل الرابطه في الموضوع ده. استاذ باسم عادل مدير الكره في نادي ايسترن كومباني بشكرك جزيلا على مشاركتك معانا، ويعني انا بصراحه اتمنى ان احنا نحاول ان احنا نعدي القصه دي، يعني اتمنى ما اعرفش، يعني النادي الاهلي مش عايز يخش في قصه جديده، عايزين نمشي الامور بسلام. ديانج مش يعني لعيب كبير طبعا، مش هو اللي هيفرق معاك، مع احترامي الكبير يعني مش هيفرق معاك في الماتش، طلعه بره القايمه خلاص يعني. يعني خلاص حتى لو انت خدته في القايمه اللي فيها مثلا ممكن 20 لعيب او بتاع، حط لعيب تاني وقصه يعني بسيطه. ده رايي. ولو برضو النادي الاهلي تاني، انا جبت الاستاذ باسم عادل معانا، والنادي الاهلي عنده حق الرد على الكلام اللي انا بطرحه والكلام اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ان القرار بتاع الرابطه بناء او 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 كان على بناء على طلب النادي الاهلي ان بدون اللعيبه الدوليين، والراجل ديانج لعيب دولي كان في مهمه وطنيه وفي الاجنده الدوليه، استبعده خلاص ويلعب بلعيب تاني في نص الملعب وقصه سهله، ما تخشش بقى في صدام ومشكله تاني ونخش في القصه ونادي ايسترن كومباني يعمل شكوى والزمالك هيخش طبعا على الخط وقصه بتاعت ليه من الاول. ابعد. ده رايي، لكن برضو بدي الحق للنادي الاهلي ان هو يخش، اي حد يخش ويرد ويقول كابتن لا، ميدو لا، القصه لا، اللعيبه الدوليه لا، يخش ايا كان ايه رد النادي الاهلي. طبعا احنا عندنا لغايه اخر الحلقه نقدر يعني قدامكم يعني متسع من الوقت ان انتوا تردوا على الكلام اللي احنا بنقوله على الاستاذ باسم عادل مدير الكوره في نادي ايسترن كومباني. يلا نطلع فاصل، وبعد الفاصل معايا جدو. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وانضم لي طبعا نجم الريمونتادا جدو. ازيك؟ مساء الفل يا ميدو، نورني، ربنا يخليك. رايك في ماتش النهارده؟ رايي في ماتش النهارده، لا هو نتيجه طبيعيه اللي حصل قبل المباراه يا ميدو، يعني يمكن بسبب التصريحات اللي طلع بيها رئيس الاتحاد بيهاجم فيها او مش بيهاجم بيهين فيها الكابتن ايهاب جلال. بصراحه التصريحات كانت غير مقبوله جدا، راجل رايح يلعب مباراه ودية مع فريق صعب، تصريحات كانت صعبة جدا، فدي كانت نتيجة طبيعية. انت في رأيك التصريحات ايه اللي ادت للاداء ده؟ لا ده جزء ان انت شتت الفريق، لكن احنا عندنا مشكلة فعلا ميدو فنية في الملعب، زي احنا قلنا قبل كده من اول ما خرجنا من بطولة افريقيا ما كسبناهاش وما صعدناش كأس الأمم وما صعدناش كأس العالم، عندنا مشكلة ان انت بتغير مدير فني وتجيب مدير فني، لكن عندك مشكلة في كواليتي اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر، في لعيبة كتير. يعني شيل محمد صلاح من المنتخب ده مش عدى نص الملعب بكل امانه، ده
اللي هيكون منظرنا. محمد صلاح مدي تقل فني ومدي تقل نفسي للعيبه بتاعه المنتخب كبير جدا، والناس بتعرف هتعرف دور محمد صلاح لما ما يكونش موجود مع المنتخب. يمكن محمد صلاح والنني وحجازي الثلاثه دول شايلين المنتخب بقالهم سنين، اللي مخلينا نوصل للمرحله دي من الكوره حاليا، ان احنا وصلنا نهائي افريقيا 2017 و2000 ومع الكروش السنه اللي فاتت، وان انت تنافس ان انت توصل لكاس العالم وما توصلش بضربات الجزاء، اعتقد وجود الثلاثي ده. لكن من غير الثلاثي ده احنا منتخبنا محتاج لعيبه، محتاج ناس تفهم كوره تدير الموضوع صح. عندنا مشكله يا ميدو، الكره المصريه دلوقتي بتعاني اداريا وبتعاني فنيا وبتعاني كمان اخلاقيا. انت عندك اداريا دلوقتي اتحاد الكوره، كلنا كنا مستنيين اتحاد كوره يجي بعد لجنتين معينتين من الفيفا، ويمكن لجنه استاذ عمرو الجريني ولجنه استاذ احمد مجاد الاخيره، كنا متعشمين في اتحاد كوره يجي يعرف عنده خطه، يعرف يقول لنا هيحصل. انت دلوقتي جبت الكابتن ايهاب جلال، انت مثلا قول لنا طلبت ايه من الكابتن ايهاب جلال؟ كان مطلوب منه ايه؟ يوصل كاس الامم الافريقيه اللي جايه، ويوصل كاس العالم، يؤدي اداء كويس، يطلع لك جيم اللعيبه. احنا ما عرفناش الكابتن ايهاب جه ليه او سبب اختياره ايه. اللي طلع كل اللي طلع الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، طلع الناس بتساله في المؤتمر الصحفي انت جبته الكابتن ايهاب بناء عليه؟ قال لك ده اختيار مجلس الاداره، ما اتكلمش تاني في اي حاجه. فاحنا عندنا مشكله اداريه، عندنا مشكله ان انت بتحط خطط، في خطط قصيره المدى وفي خطط بعيده. لازم يكون عندنا جيل بعد اربع سنين ان احنا نوصل كاس عالم ولا لا. تاني حاجه ان احنا بنعاني فنيا، ما عندكش المدربين الاكفاء يمدوا ان هم يطلعوا لك جيل كويس، سواء في الناشئين، ودي مشكله، او حتى في الانديه الدوري الممتاز عندنا لعيبه وقفت. عندنا مدربين وقفت فنيا خلاص، ما بتقدمش حاجه جديده، ما بتعلمش اللعيبه وهي صغيره ان هي تطلع حتى على الاقل الوقفه. احنا بنشوف دلوقتي في الجول اللي داخل فينا النهارده مثال يا ميدو كده، اربع تجوان جات لنا من كوره ثابته في وقفه، احنا مش عارفين الكوره عرضيه، احنا مش عارفين نقف الف ب وقفه وتحرك، احنا مش عارفين نعمله. فاعتقد عندنا مشكله فنيه بسببها ان المدربين مش بص يا ميدو، ان عندنا خمسه واقفين في ال 18 والكوره بتعدي منهم بكل سهوله والراجل بيجيب جول. لا لا انا يعني الونش ايه ده؟ الونش بيعدي الراجل ده المفروض في صدرك هنا. طبعا لازم توصل الكرة قبليه، يعني تحرك. وياسر ابراهيم طلع بره برده شويه زياده يا ميدو عن البتاع، بس لازم الراجل انت سدري. الونش ده بالظبط في صدرك، انت ما وصلش الكوره ابدا، ما يلمسش الكوره، اي لمس في الكوره ده طلع براحته وحطها بسهوله جدا. والجون برده الرابع كان كده يا ميدو، والجون والكره الثابته برده كانت عندنا مشكله، عندنا مشكله فنيه فعلا في اللعيبه مش عارفه تقف بسبب ان انت ما عندكش مدربين اكفاء يعلموا اللعيبه وهم صغيرين. لو بص يا جدو عايز اقول لك حاجه، الراجل اللي لعيب الدايره مهند لاشين هنا والكره بتتلعب بالعرض، هو لازم يبقى مع الراجل اللي مكمل من نص الملعب ده. عارف الكره دي لو اتلعبت بره سنه برده بتاع نص الملعب ده حطها جول. طبعا جول. يعني الناس كلها وقفتها غلط كل أكيد حاجه. اكيد احنا عندنا زي ما قلنا عندنا مشاكل فنيه يا ميدو. اللعيبه دي ما اتعلمتش، اللعيبه دي في الناشئين انا متاكد ان هم ما خدوش اي حاجه، ما اتعلموش اللعيبه بتلعب. طب ايه اللي حصل للونش يا جدو؟ يعني الونش من لغايه قبل كاس الامم احسن مدافع. انا بقول لك انا الونش كان بياكل الفراوده اكيد. ايه اللي حصل؟ انا حاسس ان هو لعيب مختلف تماما. هل نفسيا هو مش مركز مثلا، مشغول بمستقبله، مصاب، انا مش عارف ايه قصته. هو مش مشغول بمستقبله، هو راجل مجدد مع الزمالك وعنده استقرار، هو خلاص لعيب في نادي الزمالك. لكن مشكله الونش دلوقتي ان انت ممكن بيعدي باسوء فتره ليه مع المنتخب او مع نادي الزمالك. يمكن زي ما اتكلمنا في الاول يا ميدو، كان وجود حجازي مع الونش كان مخلي الونش يطلع بشكل كويس. أنا معاك. حجازي بيديله هدوء، حجازي بيعرف يطلع بالكوره كويس، بيعرف يغطي، بيعرف يوجه كويس. لكن لما انت شلت دلوقتي المفروض شلت حجازي واللي موجود ياسر ابراهيم، الاثنين الكلمه بتاعتهم مش ماشيه مع بعض خالص. فانت الاثنين بيعتمدوا على 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 قوتهم على سرعتهم اكتر ما بيعتمدوا على مخهم. حجازي لما يكون موجود بيعوض المشكله دي اللي موجوده في المنتخب. فاعتقد عدم وجود حجازي مع المنتخب باثر بشكل كبير جدا على مستوى الونش في الفتره الاخيره. تاني حاجه ميدو نكمل لك، بس ان احنا كان عندنا زي ما قلت المشكله إدارية ومشكله فنيه، في عندك ما عندكش مدربين كفايه ان هم يعلموا اللعيبه ازاي تطلع تتعلم اساسيات كره القدم الاول، وبعدين تتكلم بعد كده نحصل معاهم. وعندك مشكله اخلاقيه، عندك دلوقتي ما حدش بيتحاسب، تطلع الناس بتهاجم الحكام بشكل مش طبيعي. عندك ناس دلوقتي مثلا مش الحكام بس، الحكام في كل المنظومه. يعني انت دلوقتي عندك حصد خناقه الفتره الاخيره بين رئيس نادي الزمالك اللي هو اكبر يعني من اكبر الانديه في مصر ورئيس الرابطه الناحيه الثانيه، ومكالمه كلنا شفناها مستوى ما ينفعش يكون موجود، ومحدش بيتحاسب. مدربين بتطلع تتكلم على الحكام ومحدش بيتحاسب، مدربين بتطلع تتكلم على مدربين ثانيه ومحدش بيتحاسب، ادارات بتتكلم على ادارات ثانيه ومحدش بيتحاسب. احنا فين عندنا المفروض الكوره دي؟ يعني هي الكوره اصلا معموله كوره اخلاق، هو ده
يعني والمتعه المنافسه بالظبط، المتعه واخلاق بالظبط وخساره. احنا ما بنتمتعش بالكوره. الف مبروك، احنا كل حاجه دلوقتي بنطلع الاهلي كسب يبقى في مؤامره حصلت، التحكيم هو مسانده والبلد مسانده وكل حاجه، الزمالك كسب لا ده الحكم مش عارف مين معين بيقصد ان هو يكسب الزمالك. يا جماعه لو فضلنا عايشين في الموضوع ده هنفضل كده وهنفضل اسوء من كده. يا ميدو كمان بص انا اقول لك حاجه، الاتحاد الدولي اداك سلاح اللي هو اسمه لجنه القيم والمبادئ بالظبط، دي مش شغاله خالص. انا مش فاهم يعني محدش بيتحاسب، محدش بيتحاسب يا ميدو، فبالتالي هيفضل لما هزيل الاخلاقيه دي موجوده انا اطلع اشتم في ميدو وميدو هيطلع يشتم فيا وخلاص محدش بيتحاسب، وفي الاخر بنتصالح وخلاص الموضوع بينتهي. بره بره ما بشوفش اي حد بيتكلم بتصريح بيسيء لاي حد من المنظومه، واي حد بيتكلم في تصريح بره ميدو بيتعاقب، والنادي بتاعه كمان ممكن طبعًا. ممكن يتعاقب طبعا، لكن طول ما احنا ماشيين كده الكره تتدهور بشكل اكبر من كده. نتمنى الفتره الجايه يمكن المؤتمر بتاع يوم الخميس ده مهم جدا ان اتحاد الكوره يطلع بخطه يقول للناس بكل صراحه بكل امانه احنا عايزين هنعمل ايه الفتره اللي جايه، عندنا خطه كذا، عندنا بعد 4 سنين خطواتنا كذا الف ب ت كده، عشان نعرف الناس تعرف ان احنا عندنا اتحاد كوره بينفذ. انت عارف جدو انا في رايي اهم حاجه في المؤتمر يوم الخميس ده ايه؟ عارف ايه؟ قبل ما تقول الخطه والكلام ده كله ان انت ترفع ايديك وتقول انا اسف. طبعا يعني طبعا. انت في البدايه لازم تقول طبعا أنا ده اول حاجه أنا آسف. الاعتراف بالغلط انا بعتذر بالظبط انا غلطت ومفيش مشكله على انا اتعاملت غلط مع الملف كذا بالزبط. انا عملت وانا بقى هصلح بالزبط. انما لازم الشعب المصري يستحق ان انا اسف. طبعا طبعا مفيش مشكله ان انت تاخد قرار غلط، كلنا بناخد قرارات غلط وممكن نرجع فيها مفيش مشكله خالص، لكن المشكله اللي عندك في اتحاد الكره الطريقه اللي انت بتاخد بيها القرار. يعني انت لو شفت الكواليس اللي قالها الاستاذ جمال علام ان هو في طريقه اختيار الكابتن هاب جلال قال لك احنا سالت الراجل الماليات قال لي ما عندناش درارات كفايه فخلاص نروح نجيب الكابتن هاب جلال. في قرار في الدنيا بيتاخد بالشكل ده اكيد لا يا ميدو، فاحنا محتاج اللي مضايق اللي هي الطريقه في اتخاذ القرار مش القرار. ممكن تاخد قرار وينجح ممكن تاخد قرار ويفشل وماشي تمام، بس انت خدته على اساس ايه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ففي الفتره الجايه لازم يكون في صراحه، ده انت قلت كده اول حاجه تعترف ان في خطا. يعني مجلس الاداره من اول ما جه وفي اخطاء كثيره جدا، اولا اول ما مسكوا في كاس الامم الافريقيه حصل مشكله مع كروش والراجل كان عنده معسكر، طلع انباء من بعض اعضاء مجلس الاتحاد الكوره ميدو بيتكلموا على المرتب بتاع كروش وصدروا ازمه لكروش وهو الراجل بيلعب قبل نهائي صح. البطوله. تاني حاجه فشل في التعامل مع النادي الاهلي باخفاء الخطاب بتاع استضافه مباراه النهائي وما عملش، فانت فشلت فيها. ثالث حاجه فشلت في ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب اللي هو الكابتن هاب جلال. طريقه اصلا الاختيار كانت عشوائيه، طريقه اللي انت دلوقتي ان انت بتقول خلاص ان انت هتمشي الكابتن ايهاب وتجيب مدرب مدير فني اجنبي فيه عشوائيه اكتر. لازم تطلع تقول انا اسف ويا جماعه الفتره الجايه هتمشي كذا 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 كذا. ممكن يا جماعه انا الحته بتاعت الاعلام والحته بتاعت الحديث في الاعلام دي نقطه مهمه جدا، ممكن ارجوكم نفكر ان احنا نجيب متحدث اعلامي باسم اتحاد الكره طبعا. يعني احنا عندنا قامات كبيره في الاعلام، ليه ما تجيبوش الاستاذ حسن المستكاوي مثلا يبقى متحدث باسم اتحاد الكره، راجل خبره كبيره يكتب لكم بيانات، راجل ليه ما تجيبوش مثلا الاستاذ محمد سيف، راجل مثلا قامه كبيره، اسماء كتيره مش عايز يعني احصر في الاسمين، لكن انتوا بتتكلموا في اسماء كتيره جدا جيبوهم، مش شرط يبقى راجل يعني طبعا. يبقى هو المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره، هو اللي يعمل مداخلات في الوقت المناسب، هو يقول لكم اعلاميا امتى اتكلم امتى ما اتكلمش، دلوقتي اقول كذا. موضوع ما ينفعش ان كل الناس بتطلع تتكلم، كل الاعضاء مجلس الاداره بيتكلموا صح. ده مش صح، او ممكن مجلس الاداره من نفسه يميدوا يعين واحد، لا هو واحد من بره، واحد بتاع اعلامي او جده. ممكن مثلا واحد من مجلس الاداره يعين واحد منه ان هو متحدث، ما ينفعش حاجه تطلع بره الا عن طريقه هو. ما ينفعش 9 اعضاء في مجلس الاداره هم بيتكلموا كل يوم، يعني تلاقي رئيس الاتحاد الكوره بيتكلم، ثاني يوم تلاقي عضو مجلس اداره بيتكلم، ثالث يوم واحد ثالث بيتكلم، ما ينفعش، لازم متحدث رسمي هم يقعدوا كده. رايك ايه اللي جاي؟ يعني انت رايك انا اسف اوكي تمام بعتذر، ايه اللي جاي؟ انت رايك القرارات المفروض تتاخد ايه اللي جاي؟ القرارات اولا الاستاذ جمال علام يبعد بعيد خالص عن الملف الكوره، والملف الكوره يفضل موجود في الاداريات، لكن سيب الناس اللي هي بتفهم كوره تدير الموضوع ده. تاني حاجه ان انت زي ما قلنا يا ميدو ان
لو في تغيير للمدير الفني لازم يطلع الاسبوع اللي جاي ويقول ان في تغيير للمدير الفني وتعاقدنا مع مدير فني اجنبي تاني او هنتعاقد مع مدير فني اجنبي عشان الموضوع ده ينتهي تماما. لحد دلوقتي احنا مش عارفين كابتن ايهاب مكمل او مش مكمل, وده مش في مصلحه حد او مش في مصلحه الكوره نهائيا. كابتن ايهاب هيمشي خلاص, انت فاهمنا يا ميدو. لازم يوم الخميس تطلع تقول كذا, لازم زي انت ما قلت يا ميدو لازم يكون في مدير فني للاتحاد يجي يحط خطه لاربع سنين قدام ان احنا يا جماعه هنعمل كذا 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 تطوير الكوره وفيما يتعلق بالناشئين والمسابقات المحلية بتاعتك ازاي هتعرف تنظمها وتطورها. تاني حاجة الحكام لازم تجيب مدير فني, لازم تجيب رئيس يعني. ايوه بالظبط يرئس الحكام, لان بقالنا سنين تشيل كابتن جمال غندور تجيب كابتن وجيه احمد ونية نفس المشاكل هي يا ميدو. فلازم تجيب حد بره الصندوق. عارف ايه يا جدو؟ ان بص عناصر التحكيم كلهم بيحاربوا بعض. بالظبط بيحاربوا بعض فكلهم بيوقعوا بعض. بالظبط. لو جبت واحد اجنبي خلاص, واحد اجنبي جاي مش شايف الوان يا ميدو جاي بيحاطط نظام وحاطط سيستم وبيطور لك الحكام والحكام مهمه جدا في منظومه الكوره يعني طبعاً. يعني الحكام انت يكون عندك حكام كويسه فهيخلي عندك دوري قوي. ف وتالت احنا قلنا كده ان انت تعني على مدير فني لو كابتن ايهاب مستمر او خبير تحكيمي او مدير فني للاتحاد, لازم تجيب مدير فني اجنبي للمنتخب الاولمبي. لحد دلوقتي احنا مش عارفين عندنا منتخب اجنبي ولا مدير فني مصري. مدير فني اجنبي اجنبي مهم جدا انت تطلع جيل ميدو. دلوقتي احنا مش عارفين دلوقتي المنتخب الاولمبي مين. المنتخب الاولمبي اللي فات المفروض ده يكون داعم للمنتخب الاول. في مين هم كام واحد بيلعب دلوقتي يا ميدو المنتخب الاول؟ مفيش غير مصطفى محمد بس وفتوح وهو وفتوح بالظبط بينزل ويطلع, لكن غير كده مفيش. انت المفروض المنتخب الاولمبي ده يجي بيكمل المنتخب عشان يبقى عندك استمراريه في الاجيال اللي بعد كده. لحد دلوقتي انت مش عارف اصلا المنتخب الاولمبي اللي موجود دلوقتي هو مين او في لعيبه بتلعب ولا لا. انت تعرف حد فيهم؟ انت عندك كارثه ان مواليد 2001 اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز قليلين جدا. بالظبط مفيش حد. سبعه ثمانيه. طبعا على الاقل المنتخب الاولمبي اللي فات ده كنت تعرف معظمهم, كنت تعرف مصطفى محمد, رمضان صبحي, تعرف طاهر محمد طاهر, ناصر ماهر, اكرم توفيق, اكرم توفيق, يعني انت معظمهم كنت تعرفهم. لكن المشكله الجيل اللي جاي انت ما تعرفش فيه حد. هي دي كارثه ان هو المفروض ده الجيل اللي هو اللي انت هتعتمد عليه بعد كده يا ميدو. صحيح. فاعتقد ان لازم يوم الخميس ده ميدو يكون في قرارات حاسمه وقرارات واضحه. وزي ما قلت الاول نعترف ان احنا فشلنا في الاول وان احنا اخطانا ان احنا مثلا درنا الملف ده بطريقه معينه كانت خطا, واحنا بنعتذر عن الخطا ده. واحنا يا جماعه هنشتغل الفتره الجايه بواحد اتنين تلاته اربعه. لا واحده من الحاجات برضو اللي لازم تعتذر عنها ان انت تقول ان انا اخطات في ملف نهائي افريقيا. طبعا يا راجل كان عندي مشكله طبعًا. وانا مش لحد دلوقتي مش مقتنع ان هم اخطاوا. بالظبط. يقول لك الاهلي هو المفروض يطلب. ازاي يا جماعه انت جالك جواب ما وديتوش ليه للناس؟ يعني حتى لو الاهلي طالب ما طلبش انت اعمل اللي عليك وخلاص. ان شاء الله باذن الله الامور هتتصلح يا رب. ان شاء الله هو ده عشمنا يا ميدو. اهم حاجه جدا هو ده اللي احنا عايزينه يا ميدو. يعني انت برضه يا ميدو منتخب مصر او اتحاد الكره ده من اكبر واعرق منتخبات في يمكن في قاره افريقيا وفي الشرق الاوسط. ما ينفعش يدار بالطريقه العشوائيه دي. احنا 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 100 سنه حضاره او اكتر. فاهم انت يا ميدو؟ لا ده احنا اللي اسسنا الاتحاد الافريقي. ايوه بالظبط. يعني انت اقدم واعرف حاجه وكانت الناس كلها بتبص لك. دلوقتي انت بعيد خالص, الناس كلها بتضحك عليك دلوقتي بسبب الاداره وكميه العشوائيه اللي موجوده دلوقتي. فاتمنى ان الناس اللي موجوده دلوقتي تعرف يعني ايه قيمه منتخب مصر, يعني ايه الاتحاد المصري, وان هم يركزوا ان هم في صالح الكره المصريه بس. صحيح. تعالوا نطلع فاصل, وبعد الفاصل هنتكلم عن النادي الاهلي وموسيماني ورحيل موسيماني ومين البديل الانسب مع جده. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. جدو بكره الاول عايز اكلمك عن رحيل موسيماني. وانا شفت لك تويتات ان انت بتقول ان ده يعني الحل الانسب لموسيماني والنادي الاهلي. اكيد طبعا هو رحيل الموسيماني في التوقيت ده في صالح النادي الاهلي لعده اسباب يا ميدو. اولا يمكن واضح جدا ان الامور وصلت طريق مسدود بين موسيماني واداره النادي الاهلي, فما كانش ينفع استمر في حاله جفاء دي. فالموضوع ده كان هياثر بشكل كبير جدا على 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 الاجواء حوالين الفريق وعلى اللعيبه داخل الملعب. تاني حاجه ان موسيماني مش قادر يتعامل مؤخرا لما النتائج سائت او الاداء بقى ما كانش كويس وبدا فيه انتقادات للاداء في المؤتمرات الصحفيه. بان جدا ان هو عصبي وان هو ما قدرش يستحمل مطالب الجماهير دايما ان هو يكسب باداء كويس ويكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها, ودي طبيعه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي.
فمش قادر. هو يمكن لسه مفكر نفسه بيبقى شغال في صن داونز ان هو ياخد بطوله فالناس تفضل تمجد فيه طول الوقت. لكن النادي الاهلي الظروف صعبه جدا. يمكن هو ما قدرش يستحمل الموضوع ده وقال لك ان الموضوع ده جاب لي امراض جاب لي الضغط وبتاع. ثالث حاجه ان هو موسيماني خسر اوضه اللبس في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اللعيبه كتير كانت متضايقه. ايوه بالظبط. اللعيبه بشكل كبير جدا ما كانتش حابه التمرين معاه. تاني حاجه ان بيطلع ينتقد اللعيبه في الـ على الملأ في الاعلام والمقارنه بينهم دايما بيقارن شريف ببرستا وبحسام حسن ان هم بيضيعوا زي هم بيضيع. فما كانش الموضوع ماشي بشكل كويس جدا. فما كانش هو خسر اوضه اللبس. فبالتالي كان صعب جدا ان انت تقدر تاثر في اللعيبه بشكل قوي مره ثانيه. التوقيت يا جدو خطر. رابع حاجه ميدو يمكن اقولها اللي هي دي بالنسبه لي مهمه جدا ان اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره سيء جدا وكمان مش باين ان هو هيبقى كويس بعد كده يا ميدو. يمكن الـ يمكن انا ما بقيس المدير الفني بنتائج ابدا يا ميدو، لكن انا بحاسب المدير الفني على هويته والاسلوب اللي بيلعب بيه وتطور الفريق تحت ايده سواء جماعيا او اللعيبه فرديا. انا شايف الفتره الاخيره موسيماني بيقدم اسوء فتره ليه مع النادي الاهلي. يمكن كان منحنى الفريق كان في النازل. فاعتقد ان هو ده التوقيت المناسب ان هو يمشي حتى قبل ماتش الزمالك بالعكس يمكن استمراره كان هيؤدي لمزيد من الاداء السيء لمزيد من نزيف النقاط يا ميدو وممكن يخسر الدوري في السنه الثانيه على التوالي. طب انت رايك مين البديل الانسب؟ يعني الاهلي يروح لاني مدرسه وايه؟ انت لو راجل موجود في لجنه الكره في النادي الاهلي او موجود بتاخد قرار ايه المواصفات والمعايير اللي انت تختار بيها مدير فني في وسط الموسم؟ دايما ما بتبقاش سهله، محتاجه حد عنده خبرات، حد يكون عنده خبرات قبل كده في الشرق الاوسط وفي الكره العربيه، تختار ازاي؟ هو اكيد طبعا التوقيت يمكن النادي الاهلي قدامه سيفات كتيره جدا، مدربين كتير موجوده، وكان ممكن محضر من قبل كده سيفات كتيره لتحسبا لرحيل موسيماني من فتره كمان مش من دلوقتي. فاعتقد ان هو قدامه اوبشنز كتيره. اعتقد النادي الاهلي اكيد طبعا لازم يتعاقد مع مدير فني قوي، مدير فني يمكن يكون اشتغل قبل كده في الشرق الاوسط او ممكن ما يكونش برضه اشتغل ميدو هنا. مش شرط خالص. فايلر جه عمل اداء مع النادي الاهلي ما كانش جه شرق الاوسط خالص. فاعتقد ان انت محتاج المدرسه البرتغاليه، انا بفضلها جدا ان هي بتعرف تتعامل بطريقه نفسيه مع اللعيبه ميدو. دايما بياخدوا يمكن من اصعب الدورات انت تاخدها ممكن بره من الاتحاد البرتغالي. يبقوا صعبين جدا، بيبقى لهم كورسات نفسيه كتيره جدا، ازاي المدرب يتعامل مع اللعيبه، ازاي المدرب يتعامل مع الاعلام، حاجات كبيره جدا بره المستطيل الاخضر بتخلي المدربين البرتغاليين اقوياء جدا في التعامل وبيبقوا نفسيا في التعامل كويس. بتفضل المدرسه البرتغاليه؟ البرتغاليه بالظبط. لو في اكيد دي بالنسبه لي انا هي انسب مدرسه. كابتن محمود الخطيب في التدريب النهارده اكيد طبعا. الكابتن محمود الخطيب بعد رحيل موسيماني بيبقى موجود دايما مع الفريق في الاوقات اللي بيحس فيها عدم استقرار شويه ميدو. يمكن جلسته النهارده تحفز اللعيبه قبل مباراه ايسترن كومباني بكره، وبعدين ماتش يوم الاحد مع الزمالك. اتمنى ان يكون في الاهلي يتعاقد ويعلن ميدو عن مدير فني فأقرب فرصه ممكنه يا ميدو، ان انت لازم ترجع الهدوء والاستقرار تاني واللعيبه تبقى فاهمه ان في مدرب، خاصه ان في ضغط ماتشات بالظبط، ان في مدير فني موجود بره حتى لو بيتفرج في المدرجات. طريقة ان هو لازم يحضر المباراه طبعا على الاقل اللعيبه تبقى موجوده هتطلع كل اللي عندها الفتره الجايه عشان تبين للمدرب ان انا ممكن ان انا احجز مكان لي مع الفريق. يمكن الكوره دلوقتي في ملعب اللعيب النادي الاهلي، يمكن مباراه صعبه هيدخل فيها سامي قمصان زي انت قلت مدير فني قوي، عنده مباراه صعبه مع مدير فني جيد ومحترم جدا واللعيبه بتحبه بشكل كبير ميدو، ويمكن هو قريب جدا من اللعيبه. عنده مباراه صعبه مع نادي الزمالك، فاهم انت، فبيلعب برضه مدرب مخضرم فيريرا، فاكيد مش هتبقى مباراه سهله. فالكوره دلوقتي في ملعب اللعيبه، يمكن اللعيبه لازم تبين ان هي دلوقتي في الموقف الصعب اللي بيمر النادي الاهلي ده، في خروج موسيماني ويعتبر برضه مدير فني مؤقت الكابتن سامي قمصان، لازم ان هم يبينوا شخصيتهم بشكل كبير جدا ويثبتوا الناس ان هم يستحقوا يبقوا لعيبه في النادي الاهلي، لان اللعيبه في النادي الاهلي بتبان في الظروف الصعبه دي. نتمنى يا رب ان شاء الله ماتش يوم الاحد الاهلي يكسب يعني ان شاء الله يعني. لا الاهلي مش هيكسب. ليه؟ انا بقول لك الاهلي مش هيكسب. ليه؟ عشان انت زملكاوي؟ لا خالص. بص، طب ايه الاسباب؟
بص الـ 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 الفرقتين انا في رايي ان هم متقاربين من بعض بالزبط. على المستوى الفني وكمان الظروف المحيطه بيهم الاثنين ما بيقدموش نفس الاداء بشكل كبير. انا اتوقع المباراه الاهلي يكسب او تطلع تعادل. انا بقول لك الزمالك هيكسب. الزمالك هيكسب تيجي الكلام نتراهم مع بعض عادي مش. بس الكوره تمام تمام يعني مفيش مشكله. انا راجل اعزمك على عشاء عشاء حلو خلاص تمام. لو الزمالك كسب انت تعزمني على عشاء خلاص تمام صح؟ خلاص حلو قوي. لا خلاص الناس اللي جوه كمان لا مش هننساكم. لا كل الناس اللي جوه عندك عزومه بتاع 20 فرد خلاص مفيش مشكله. بس مش حاجات يعني انا تمام الروح برنس في المكان اللي انت عايزه. حبيبي يا جدو ونورتني وشرفتني حبيبي يا ميدو. ربنا يخليك دايما مبسوط ان شاء الله. نتقابل يوم الاحد باذن الله بعد المباراه. دي كانت حلقه النهارده من ريمونتادا. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله. تصبحوا على خير.